الشعري، واليوم نستضيف أحد المواهب الشعرية الشاعر يزيد بن عبد الله البلوشي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذي، وأنا سعيد جدا بتواجد اليوم معكم. وفي البداية راح أسمعكم هذا الميدان. يقول نور انتشر قايدي قابوس، الطفل الصغير بك في يده. نور انتشر قايدي قابوس، الطفل الصغير بك في يده. الله. عفر لي عيوني وعماني عمان، وذيك المره باغي جوارك. والله يا ديرة عمان عمان، كل هالدول باغي جوارك. لكن سلامي على قايدي قابوس اللي حوانا بك في يده. الله عليك يا شاعرنا يزيد، أبدعت في الكلمات. يزيد، شو بتسمعنا أيضا من الكلمات اللي معك؟ والله بسمعكم قصيدة وطنية، وهذه القصيدة للشاعر حمود بن علي العيسري. تهلل وجه البشري في حضرة البشرى، وأعلن صوت الحق مقدمه جهرا. تهلل وجه البشري في حضرة البشرى، وأعلن صوت الحق مقدمه جهرا. جليلا يزف المجد موكب ملكه، فكان لنا يمنا وكان لنا يسرا. رأيت عمان اليمن والشعب إثرها، لمقدمه الميمون قد سجدت شكرا. وما عامنا السبعون إلا نبوءة لعهد أراد الدهر تخليده سفرا. فسقيا لقابوس العلا سار سيرة، محامدها تتلى مكارمها تترى. وسقيا لكم مولاي شعب موحد، وأرض رواها الجود من كفكم نهرا. وسر يا سليل الأكرمين مؤيدا، تحقق للأجيال أحلامه الكبرى. وشعبك في إثر المسيرة يشتلي رؤاك ويستقصي المدى، والرؤى فجرا. رؤاك ويستقصي المدى والرؤى فجرا.